السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب وأصحاب ومتابعين وإخوات. طبعا قناة فيها حاجة حلوة. أهلا وسهلا بالناس اللي معانا، أهلا وسهلا بالناس اللي لسه جديدة معانا، أهلا وسهلا بالناس اللي هتسمعنا لأول مرة وبتشوفنا لأول مرة. أحب أقول لكم إن قناة فيها حاجة حلوة خاصة بمصر وبكل حاجة جميلة في مصر. كل حاجة جميلة، سواء محلات ولا سواء عادات ولا سواء فرحة، بهجة، سرور، كل حاجة بتفرح مصر والمصريين هتلاقوها بإذن الله تعالى في قناة فيها حاجة حلوة. طبعا زي ما انتم شايفين بالنسبة للفيديو ده، احنا موجودين في أعز مكان على قلب كل مصري ومصرية، موجودين في أغلى مكان احنا بنحبه وبنقدسه. وطبعا بالنسبة لنا لما بنروح هناك بنحس بروحانيات عالية جدا، أو بنحس ببهجة غير طبيعية من حيث لا ندري، وبنحس بسعادة وبنحس بألفة والزحمة الجميلة اللي بتبقى هناك وقعدة الناس البسيطة اللي على الرصيف أو سواء في القهاوي والكافيهات والمطاعم. عايزة أقول لكم مكان زي كده، فسحة زي كده مش هتكلفنا أكتر من 65 جنيه أو 70 جنيه، تمام؟ بمواصلاتها بقى، بأكلها، بشربها، بقعدتها، بكل حاجة. طيب طبعاً ما فيش حد في مصر ما يعرفش المكان، وما فيش حد عربي ما يعرفوش، وبرضو ما فيش حد أجنبي ما يعرفوش. طبعا انتوا اكيد من خلال الصور كده والفيديو واحنا بنتكلم واحنا ماشيين اهو معاكم واحدة واحدة، اكيد طبعا الناس خمنت وعرفت هو فين، وفي ناس لسه بتستكشف معانا من الفوتوس ديت والحاجات دي احنا فين. بس عموما احنا جماعة في الحسين. الحسين بتروحوها، اللي جاي مواصلات هيروح بالمترو، التذكرة رايح جاي 14 جنيه لو كان قريب يعني من العتبة. عندكم كمان السوزوكي الصغيرة هتركبوها ب3.5 وتنزلوا أول الحسين، يعني المواصلات رايح جاي ب21.5 جنيه. عندكم في سندوتشات زي سندوتش الجمبري بعشرين جنيه، سندوتش الدهان أو الكريب هناك ب15 وعشرين جنيه برضو، وفي شاي وقهوة ب5 جنيه، وفي زلابية ب10 جنيه. دي أم علي اللي هي بالآيس كريم بس بدون مكسرات، دي ب45 جنيه من عند الملكي. والمجات دي لو حد حابب يشتري، أنا بتكلم بقى دلوقتي لو شراء بقى، دي ب20 جنيه المجات دي. بس سعر الأكل هناك رخيص جدا وحلو جدا، وبجد القعدات هناك مش لازم تقعدوا عند الملكي، مش لازم تاكلوا أم علي لو انتوا مش حابين، بس السندوتشات هناك سعرها حلو، القعدة هناك سعرها جميل جدا. انا بتكلم على شارع المعز نفسه والحسين طبعا غالي عشان الكافيهات. لو انتوا مش عايزين تقعدوا في الكافيهات زي الملكي او كده، مفيش مشكله، تقدروا تقعدوا في مكان تاني في اي مكان في شارع المعز. كملوا معايا لاخر الفيديو وشوفوا المفاجاه اللي انا محضرها لكم، وشوفوا قابلت مين هناك واتصورت معاه، وكملوا واستمتعوا بالمنظر والجمال اللي انا استمتعت بيه. وانصحكم تروحوا هناك في الشتاء لانه المكان رائع ويستاهل بجد وجودنا هناك في الشتاء، وبالذات شارع المعز. وما تنسوش تاخدوا كاميراتكم معاكم وتتصوروا، وتاخدوا ازازه الميه بتاعتكم واي حاجه تانية بعد كده تشتروا. والله ازاي هون عليك، اقول لي سيب حبيبي، رد بأي كلام لو قادر حبيبي.
بحبه حبيبي، قرب خلي البعد كافي حبيبي. زي ما انتم طبعا سمعتوا كده، اجمل صوت من اجمل الاصوات طبعا اللي انا قابلتها هناك، صوت نور الملكي وفرقته وي لايف. وي لايف دول فرقه جماعه من اربع افراد بالظبط، زي ما انتم شايفين اربع شباب خريجين تربيه موسيقيه. الناس دي بتعزف حلو جدا 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 عود، وبتغني كل الاغاني الشعبي والغربي، وبتغني كمان خليجي كويس قوي. الناس دول بيروحوا حفلات وبيروحوا أعياد ميلاد وبيروحوا مناسبات خاصة وبيروحوا في كل مكان في مصر. هم أغلب قعدتهم هناك في الحسين بالضبط، تحديدا في شارع المعز. فاللي عايز يتفق معاهم أو اللي عايز إن هو يبقى عنده حفلة خاصة مثلا، أو اللي هو عنده مناسبة عايز يتفق معاهم فيها، هنسيب الرقم بتاعهم في عنوان الفيديو عشان تاخدوه. ده رقم نور الملكي، هو يعني فريق الفرقة، صاحب الفرقة وصاحب الفريق ده أو التيم ده، وده البيج بتاعهم أو الـ طبعا القناة بتاعتهم اللي هي وي لايف، اسمها وي لايف. مجرد ما تكتبوا وي لايف هيتظهر لكم بالظبط اللوجو بتاعهم ده، وهتسمعوا أجمل الأغاني وأجمل الطرب في الفيديوهات الكتيرة اللي هم عاملينها. طبعا انا قصدت ان انا اصور معاهم، لان ناس تستاهل التشجيع وناس تستاهل ان احنا نقف جنبهم وندعمهم. واكيد اي حد عنده موهبه سواء في الرسم او سواء في الخياطه والفن عموما، او حتى ان هو يبقى عامل، سواء مثلا هو عامل مجتهد في الكهرباء او مهندس او السباكه او اي شيء، وهو عامل فعلا مجتهد، وهنتاكد بالمعلومه دي بنفسنا، انا مستعده اصور معاه واعمل له دعايه مجانا عشان خاطر الناس تعرفه وتقدر توصل له بكل سهوله، وهو يستفيد والناس تستفيد. تمام، يا رب اكون دايما ضيفه خفيفه على قلبكم، وتكونوا انبسطتوا معانا في الجوله الجميله دي البسيطه دي. وان شاء الله الفتره الجايه او المره الجايه ان شاء الله هنجيب لكم تفاصيل حلوه على المكان، وتفاصيل اسعار كمان وفي كل حاجه في المكان، عشان لما تروحوا تعرفوا بالظبط انت هتقضوا وقتكم ازاي هناك باستمتاع وفرحه وسرور. واشوفكم المره الجايه على خير في مكان تاني وفيديو جديد.